انا في موريا ابن عنجد حاضرين في ايام ديال الشابل والنونو. هاد الازمور حذفوا فيه الشركات راهم مسدودين ديال مطيشه وبطاطا وحذفوا فيه الساتيان ما تدخلش. كان دار العجازه اللي جيعان يمشي ليها حذفوا الثلاث سوق الغزل في السبت والاربعاء كنا عايشين به دابا باركين خلاو لا شيء. بغينا نعرفوا اشنو السبب. ملي ما عندنا شارع ما عندنا حي صناعي ما عندنا الناس ولاو الشوارع باركين ويجروا عليهم من الشوارع. هادشي راه ماشي حق. كثر المتسولين ولاو كلشي يطلب ولاو الناس اكثريتهم في الحبس. واش حنايا الشباب نكبروهم ويبيعوا الحشيش راه حرام نكبروهم ويولوا في الاحباس حرام. واش مدينتنا كانت زاويه نهار المتنفس ديال زمور كانت زاويات. كاين الزاويه العيساويه والزاويه الحمدوشيه والزاويه ديال الشيخ عبد القادر يمشيوا يذكروا الله. ودابا تحذف منهم كاملين يوريوني شي حاجه في ازمور اللي بقات من ازمور كتدل على الحياه في ازمور. يلا ورينا شي حاجه اللي اللي كنعيشوا بها احنا. انا خياطر انا الثالثه في في الخياطه المتنقلين. انا الثالثه جداتي مي انا دابا انا باركه حيدوا لي السوق وقال لي برا فين غنمشي. كاريه انا كاريه عندي ولادي اش غنوكلهم. نولوا نطلبوا على اخر الزمان ديالنا نولوا نطلبوا دايره ماكينه في السوق نولي انا كنطلب في الزنقه. هذا راه ماشي حياه ديال زمور راه حرام. راه كنطلب جلاله الملك راه طلبتو شحال هادي كنطلبوا وكنتوسل ليه وكنرغبوا على هذه مدينه ازمور اللي كانت من مدينه ازمور الى قريه فاس. علاش تخربت كل خراب ولاو كيحيدوا الخراب في خراب. شتي الواد الواد اللي كان واد متنفس واحد كان فيه النون كان الشابل دابا مديحه ديال الخنز ديال الحوت. اشنو السبب ديال هذا الخراب؟ بغينا نعرفوا الواد مالو انت اشواد من اشواد ولا غايه مية راكيده ما بقاش صالح لا للعوم ولا للاستمتاع به ولا يعيش فيه الاسماك ولا والو ولا ضايه بيا راكيده. ماتت الاسماك ماتت وليتي كتشم من الريحه ديال الخنز ديال العود. المتنفس الواحد اللي عندنا في ازمور هو هذا هو صافي مشى بحال هكا. فاش غنعيشوا؟ ماش ما عندنا حتى شي حاجه لا الواحد ولا يورينا شي حاجه. قال لك تنميه البشريه راه تعظيم البشريه راه حرام. هادشي هاد المجلس الاخر هو الاخر اللي قطع لي الانفاس ديالو. الانفاس الاخيره كاين فضاء ازمور دابا 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 الانفاس الاخيره ديالو كاين فضاء دابا. السلام عليكم. كما شفتوا الخوت نساء مدينه ازمور انهم كينبوا حتى هما بهذا الفساد اللي كيعيشوا فيه في هذه البلاد. هذه البلاد اللي محظوره من جميع الجوانب حتى الله اليوم افضل الحاجه الوحيده اللي بقات في هذه المدينه هذه وهي النهر ديال ام الربيع. كما كتشوفوا دابا راه حتى كيتوفى يوم ورا يوم. البحر قالوا الحوزيه البحر زمان الحوزيه هو ديال ازمور. علاش؟ بغينا نعرفوا بقى شارع محمد الخامس وطريق منيب شعيب اللي تابع لازمور. علاش بغينا نعرفوا هذا السبب؟ علاش تهميش هذه المدينه هذه راه بين المغربية بين حضرونا حضرونا وهمشونا. خلات التهميش ما كانش أزمور 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 ما مادام كيتكلموا الامهات في بلاصه الشباب هذا كيعني انهم راه مقصحين بزاف اكثر من احنا. حيت الشابل مع زمور ما بقاش واد خدام نهائيا من تما هو كيكمل هو كيكمل دابا راه كمل كاع. هذه رساله للمسؤولين هذه رساله للمسؤولين هذه رساله لصاحب الجلاله هو اللي عندنا. ما بقى حتى شي مسؤول من غير صاحب الجلاله بغى ينصر ويخليه لينا. ما كاين حتى شي حد. هذه رساله للمسؤولين المسؤولين على الشان المحلي ديال مدينه زمور انهم يفيقوا شي شويه. وبالنسبه للوزير لانه رجع اللور وقال لك السيد هادشي ماشي شغلي انا كنقول لك بان المسؤول الاول والاخير هو انت يا
هاد المدينه هذه تهمشات من جميع الجوانب، ما بقى فيها حتى شي حاجه كما قالوا الاخوان والاخوات. حتى الامهات ديالنا كيفكروا غير الخدمه، غير الخدمه كيفكروا، لا ما كايناش في هذه المدينه. فما بالك بانك تجي تحيي واحد الحاجه اللي هي بسيطه، النهر اللي الحاجه الوحيده اللي بقات في هذه المدينه هي نهر ام الرابع. سد البحر ما بقاش كيتلاقى مع الواد، يعني النتيجه اللي غادي تكون غادي تكون خراب خراب، الريحه الخايبه، الناموس، الريحه الخايبه باقيين حاليا دابا كنشموها. بالنسبه للمحطه تصفيه المياه العادمه، هذا المشروع هذا اللي مازال باقي ما خرجش للوجود، ما عرفناش شنو هي الاسباب. كيكتبوا لينا، كيخرجوا لينا، كينقلوا لينا على عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي ان راه كاينين مشاريع اللي ان شاء الله غتعطي الانطلاقه ديالها هنا في مدينه زمور، ولكن ما كنشوفوا والو، كنشوفوا غير تصاور بلا فائده. الرساله ديالي للمسؤولين على هذه المدينه هذه انهم يفيقوا، الله يجازيكم بخير. هذه المدينه هذه راه ما بقى في راس مالها حتى شي حاجه. بالنسبه للبحر راه تعطى الجماعه اللي هي الجماعات الحوزيه، بقى عندها نهر، كنتمناو هذا النهر هذا يبقى عندنا لانه هو المتنفس الوحيد لهذه المدينه هذه. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.